استمرت الاقتحامات العسكرية لبعض الأحياء والمدن السورية وترافقت مع حملة اعتقالات وحتى انشقاقات في صفوف الجيش السوري. في عاصمة الثورة حمص وتحديدا في الزعفران القريبة من الرستن سقط عدد من القتلى عندما قصف الجيش المنازل بالار بي جي. وكان قد اقتحم حي الخالدية رتل من المدرعات مصحوبا بعناصر مدججة، وترافق هذا مع انقطاع للاتصالات الأرضية والخلوية. المشهد لم يتغير في اللاذقية وإنخل في درعا ودير الزور التي اقتحمتها قوات الأمن والشبيحة، ونفذت حملة اعتقالات شملت حتى أشخاصا دون 18، كما فرضت حظرا للتجول. هذا في الوقت الذي أعلن عدد من الجنود والضباط انشقاقهم عن الجيش وانضمامهم للواء الضباط الأحرار. أعلن انشقاقي عن الجيش والقوات المسلحة وانضمامي أنا وزملائي للواء الضباط الأحرار كتيبة خالد الوليد. أدعو جميع إخواني في الجيش والأمن من ضباط وصف ضباط وأفراد بالانشقاق والالتحاق بكتائبنا المنتشرة في كافة محافظات القطر. وخرجت تظاهرة نسائية في الميدان داخل العاصمة دمشق، أما في دوما فأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين، وشيع الآلاف من السوريين شهداءهم الذين سقطوا في عدة مدن سورية في جمعة بشائر النصر. مواكب التشييع لم تخلو من دعوات للأسد بالتنحي وهتافات تؤكد الاستمرار في الثورة. أما في الإحراق فرفض الأهالي استلام جثامين أبنائهم بعد أن طلبت الأجهزة الأمنية منهم عدم الخروج بتشييع كبير، حينها تحول تجمعهم قرب المستشفى إلى تظاهرة أطلقت قوات الأمن الرصاصة عليها لتفريقها، وترافق هذا مع فرض حظر للتجول. من جهة ثانية قالت وكالة الأنباء الرسمية سانا إنه تم تشييع جثامين 12 قتيلا من عناصر الجيش والقوى الأمنية والشرطة قضوا برصاص المجموعات الإرهابية. هذا ومن المنتظر وصول بعثة إنسانية إلى سوريا نهاية الأسبوع للوقوف على نتائج عملية قمع الاحتجاجات التي بدأت منذ مارس الماضي وسقط فيها أكثر من 2000 قتيل بحسب الأمم المتحدة. رولا الخطيب، العربية.